كل عام تتجدد مأساة الفراق مع حلول ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وفي هذا اليوم الحزين تتجه أنظار المؤمنين نحو مرقدي الإمامين العسكريين عليهما السلام في سامراء، حيث يجري تبديل الراية السوداء تعبيرا عن الحزن والأسى بذكرى استشهاد الإمام الحادي عشر الإمام الحسن العسكري عليه السلام. كان هناك برنامج رائع تقيمه الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة ومجلس عزاء ورفع راية، وبحضور كافة وفود العتبات المقدسة وكذلك الهيئات والمواكب الحسينية والزائرين الكرام. حقيقة العتبة الكرمية المقدسة وفي مثل كل عام لها جهد كبير في هذه الزيارة، ترسل العديد من خدمها للمشاركة في هذه الزيارة المليونية من قسم حفظ النظام وشعبة النظافة وكذلك شعبة الإعلام ومضيف الجوادين. إن شاء الله تعالى التوفيق لجميع الزائرين، بالخصوص ما رأيناه عند قدومنا في هذا المساء ونحن في طريقنا من الكاظمية إلى مدينة سامراء، لاحظنا الآلاف من الزائرين والزائرات، شيوخا كبارا شبابا نساء، يقدمون من صوب مدينة الكاظمية المقدسة إلى سامراء المقدسة لإحياء هذه المناسبة ذكرى استشهاد الإمام العسكري المظلوم المسموم. هذه المراسم الحزينة تحمل في طياتها الكثير من المعاني الروحانية، فهي تجديد للعهد والبيعة للإمام المعصوم وتذكير بأهمية الصمود في وجه الظلم والطغيان، وتجمع مراسيم تبديل راية الإمامين العسكريين عليهم السلام جموع الزائرين من مختلف محافظات العراق والعالم، مما يجعلها من ضمن أكبر التجمعات الدينية. من بيت الإمام صاحب العصر والزمان ومن حرم الإمامين العسكريين وحرم السيدة حكيمة والسيدة نرجس، نتقدم بأحر التعازي إلى مقام إمامنا الإمام صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء، وإلى مراجعنا العظام وإلى الأمة الإسلامية جمعاء ولكل المسلمين والمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها بهذه المناسبة المؤلمة على قلوب أتباع أهل البيت عليهم السلام بل وعلى كل المسلمين، ألا وهي استشهاد الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام الحسن العسكري عليه السلام. في كل سنة ومثل هذا اليوم تقوم العتبة العسكرية المقدسة بتبديل الراية الخضراء إلى تبديل الراية السوداء للعزاء، ويحضر في هذا اليوم بذكرى الاستشهاد جمع من العتبات العسكرية والمزارات الشريفة وكذلك لثيث من الزوار الكرام من جميع المحافظات. تشهد العتبة العسكرية المقدسة في كل عام حشود غفيرة من الزوار والمؤمنين الذين يتوافدون من كل حدب وصوب إلى هذا المرقد الطاهر من مختلف أنحاء العراق ومختلف أنحاء العالم للمشاركة في مراسم تبديل الرايات إلى لون السواد والحداد على مصيبة استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. لبرنامج هنا الكاظمية حيدر راد.